تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض الفريتاتا في الفرن بطريقة لذيذة جدا. تعالوا نشوف المقادير. عندي البيض، عندي الجبنة، الجبنة هتكون مبشورة، ونختار يا رومي يا بارميجان. اوكي، عندي المشروم، زبادي يوناني ربع كوباية، عندي الملح والفلفل والقرفس، البصل الأخضر، الروزماري والزعتر، عندي كمان زيت الزيتون، وحط شوية بيكنج باودر، يعني يدوب كده، هي مش بتنفش قوي بس تديني نفشة حلوة. تعالوا هنا كده، يلا مع بعض. من الايه، الاكلات اللذيذه الجديده مختلفه، عايزين دايما نبقى بننوع في الاكل. هنضربها كده زي ما احنا شايفين بالشكل الجميل ده، وبنزل الايه، الزبادي اليوناني. انا دايما بعملها من غير البيكنج باودر، بس هوريكو مش ايه، مش بتبقى نفشة قوي، فانا قلت ما ننفشها بقى شوية مع بعض اهو كده، بتنفش على خفيف. الزبادي اليوناني بيديها برضو سنة كده خفيفة، بس ايه، هحط معلقة صغيرة يعني بس كده، دي تنفش. التانية اللي انا عاملاها لكم مش هتلاقوها نفشة قوي. عايزة احط بقى رشة ملح خفيف ورشة فلفل، وننزل بمقاديرنا الحلوة. يلا نحط الجبنة، المشروم، الكرفس، البصل الأخضر، وإيه، الزعتر، والروز ميري، وبنقلب تقليبة حلوة قوي كده. شايفين الجمال أهو، بصوا التقليبة الحلوة دي. بجيب زيت الزيتون وأحط نقطة كده هنا ونقطة هنا، وأقوم مقلبة، وهنا أقوم فرشة. يلا بينا، يلا عشان ما تلزقش. وطبعا لو ايه حابين تحطوا ورق زبدة برضو اوكي، بس احنا بنعمل البيزك دلوقتي، ومش عايزة احكي لكم الجمال هيطلع عامل ازاي. يلا بينا، يلا كده اهو كده، وبندخلها الفرن حوالي 25 دقيقة.